تحياتي اموك. احنا كنا عملنا بوست امبارح وتوقعنا انه هيستمر في الصعود، وبالفعل اموك عند الهدف الاول وكسر منطقة العرض القوية اللي احنا كنا محددينها زمان، اللي عنده مستويات ال 8.70 جنيه الى مستويات ال 8.60 جنيه قرش. حاليا ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل اي تراجع يوصل لحد مستويات ال 8.60 جنيه، ده هيكون فرصة للتعزيز وهدف اموك مستمر لحد مستويات 9 جنيه الى 9.20 جنيه. واعتقد ان اموك لسه قدامه شوية، بعد كده هنشوف ماذا سيحدث لاموك، وهننتظر تصحيح قوي، خصوصا التصحيح ممكن يحصل مع توزيع الكوبون المقترح. فخلينا نشوف اموك، واعتقد ان اموك حصل خلاص الانعكاس بتاعه من المستويات دي زي ما انا وضحت في البوست بتاع امبارح. اموك وصل ده القاع بتاعه، واعتقد ان القاع ده صعب يتكسر. فاي تراجع بعد كده يا جماعه في الاموك في المستويات دي كلها، لان هيحصل تصحيح، ممكن التصحيح يوصل للمنطقه دي كلها، فاي تراجع تصحيحي بعد ما الموجه دي تخلص لمستويات ال 8 جنيه لحد 8 جنيه وربع هو فرصه للشراء، شريطه نشوف بنيه التصحيح القادم. وده اهم حاجه، لان ممكن يكون ده صعود على شكل اي بي سي، ولكن بنيه الصعود الحاليه توضح ان ده انعكاس في الاتجاه. ولكن نشوف التصحيح القادم بعد ما الموجة تخلص ونوصل لمستوى 9 جنيه، وبعدها نشوف القرار بتاعنا، خصوصا ان احنا عندنا توزيع كوبون، فممكن الناس تجني ارباح وتبيع السهم، ويكون فرصة قوية جدا لو ينزل تحت مستويات 8 جنيه الى مستويات 8 جنيه وربع، يكون فرصة للشراء والتوفيق.